فيما يخص بقى العروض المقدمة، كما أشرت من شوية تحديدا من نادي الشباب السعودي، وأيضا ما قيل عن وجود مفاوضات من نادي الهلال أيضا مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، نعرف من الأستاذ عبد العزيز النهدي مدير تحرير صحيفة عكاظ السعودية. يا فندم مشرف ومنور، سعيد بتواجدك معايا. أهلا كريم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين والمشاهدات، سعيد جدا جدا بالظهور معاكم اليوم في 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 رغم الانشغال باحتفالات اليوم الوطني في السعودية، ولكن طبعا لا يمكن أبدا إنه أي إعلامي أيا كان إنه يفوت مداخلة في برنامجكم الكبير. ده شرف لينا يا فندم، بكل سنة وكل الشعب السعودي بكل خير يا رب، ودايما بصحة ودايما بحال وأفضل حال بإذن الله. طيب انا بدايه عايز اسالك فيما يخص مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وانباء مفاوضات نادي الشباب معه، هل هذه الاخبار صحيحه ام خاطئه؟ والله يا كريم انا الان يعني قبل اقل من 10 دقائق تواصلت مع مسؤول في نادي الشباب وقال لا علم لنا بذلك حتى الان، يعني ما في شيء رسمي. قال لي عبد العزيز ما في شيء رسمي حتى الان. يعني نادي الشباب ما يعرفش حاجه عن هذا يعني الامر؟ أكد لي. لأنه ما في شيء رسمي حتى الآن. احنا تفضل. هم تواصلوا مع أكثر من مدرب وطرحوا أسماء كثيرة على الطاولة، من ضمنهم المدرب الإنجليزي جون تيري، وعدد من الأسماء الأخرى أيضا. طبعا كان في طموحات عندهم إنه كايزر الهولندي إنه يساهم في صناعة فريق جيد للشباب، لكن اساسا في الاساس كريم الفريق الشبابي تبرر من عدم استقرار الاداره، وكان صحيح. هناك في صراعات اداريه في 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 في, في, في نادي الشباب، وعلى اثرها سقط الرئيس الثنيان في اقل من اسبوع بعد تنصيبه رسميا بالجمعيه العموميه. صحيح. فكان في غضب وكان في عدم استقرار في نادي الشباب انعكس على مسار الاداء الفني. طيب استاذ عبد العزيز، عايز ارجع لك تاني فيما يخص مارسيل كولر، هل مارسيل كولر على الاقل ضمن الاسماء المطروحه المرشحه لتدريب الشباب؟ نعم مطروح. نعم من ضمن الاسماء المطروحه، ولكن حتى الان لا يوجد شيء رسمي، لا يوجد تحرك رسمي من 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 فريق الشباب. وانا يمكن كريم لو تفتكر انا اشبه هذا التحرك بتحرك النادي الاهلي السعودي للتعاقد مع فيتوريا. صحيح. تقريبا تحرك مشابه لجف النبض فقط، لا اكثر ولا اقل. واعتقد انه حسب ايضا مصادر قويه في النادي الاهلي ومقربين من كولر، انه كولر يفضل الاستقرار مع الاهلي المصري الكبير، ما في شك، لكن كل شيء وارد. أنا أؤكد إنه الشباب لديه قدرة مادية جيدة. قدرة مادية جيدة جدا، بالذات تحديدا بعد الدعم الشرفي الكبير الذي تلقاه مع الإدارة الجديدة. عظيم جدا. مع إدارة محمد المنجم. عظيم جدا. طيب هل الهلال أيضا كان من المهتمين بمارسيل كولر؟ لا اعتقد ذلك. الهلال حسب مصادرنا في نادي الهلال لم يتم طرح اي اسماء بديله للمدرب خيسوس حتى الان. حتى لحظه لقائنا هذا كريم، خيسوس ما زال مستمر. صحيح. واعتقد انه سيمنح المزيد من الوقت. طيب خلال فتره الانتقالات الصيفيه قيل ان نادي الشباب يفاوض بقوه احمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ولما المفاوضات رفضها نادي الزمالك قيل ايضا ان الامور تم ارجاعها لشهر يناير القادم. وهل الشباب ممكن يدخل في مفاوضات جديده مع زيزو في يناير؟ انا اعتقد ان الشباب حيدخل مجددا في مفاوضات مع احمد سيد زيزو، والى يعني حقيقه حسب علمي انا شخصيا انه في اسماء كثيره في الدوري المصري تحت مرصد وتحت المراقبه لعدد من الانديه السعوديه. زي مين يا استاذ عبد العزيز؟ بالتالي انا اعتقد زي مين غير زيزو؟ والله ما في اسماء محدده، انا كنت اتواصل كريم مع عدد من الوكلاء وعدد من المدراء التنفيذيين، وكنا في طور نقاش على 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 استقطاب المواهب من والنجوم من الدوري المصري، فاكدوا لي انه في خيارات جيده في 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 الدوري المصري. عظيم. ما سموا اسماء، ما كان في طرح لعدد اسماء معينه، لا. لكن حقيقه الدوري المصري يزخر بمواهب
جيده وكبيره جدا. وما في شك انه 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 اللاعب الجيد اللي يحتاجه اي نادي سعودي حيتم استقباله ان شاء الله في حاله موافقه نادي ان شاء الله. استاذ عبد العزيز نادي مدير تحرير صحيفه عكاظ السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب دي توضيحات مهمه جدا ان الشباب كان بيحاول يجس نبض مارسيل كولر، مجرد جس نبض لمارسيل كولر، ومارسيل كولر رفض هذا العرض، وقال كمان انه الهلال ما دخلش في مفاوضات ابدا او اهتمام بمارسيل كولر. قال ان احمد سيد زيزو ممكن الشباب يواصل او يقرر يتفاوض معه مره اخرى في شهر يناير. قال كمان انه الدوري السعودي والانديه السعوديه مهتمه جدا باللاعبين المصريين الفتره اللي جايه او اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري.